اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر، ان شاء الله حلقه تنال اعجاب حضراتكم. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، ما بتنساش ترحب بي. انا بنسى ارحب. لا انا ما بنساش، انت عارف. قدم السبت. بالظبط كده. اهلا مره اخرى بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالتاكيد يعني مش عاوزين نفكركم باجواء مباراه الاهلي والمريخ، لان بالتاكيد انا عارف ان بعض الجماهير كانت حزينة شوية من النتيجة، لكن إننا ما نطلعش بعد البرنامج، فبالتالي برضو مش عايزين نتخطى إيجابيات حصلت عشان نبني عليها، حتى لو في بعض السلبيات وصلتنا إننا نكون تاني المجموعة. بالتأكيد هناك إيجابيات أخرى نقدر نبني عليها مع الفريق فارس، خاصة لما تكون متأخر الشوط الأول بهدفين حملوا أخطاء كبيرة جدا، كان تقريبا دي أوف في معظم اللاعبين، والمشكلة في لعيب النادي الأهلي اللي مفيش لاعب بيبقى دي أوف، كل اللاعبين بتيجي في يوم بتبقى دي اوف، والغريب ان دي اوف ده بقى شغال كل شهر او شهرين. فنتمنى فكره ثبات للمستوى، ونبتدي من حيث انتهينا الشوط الثاني لمباراه المريخ والعوده بهدفين بعد التاخر بهدفين. كانت عوده مهمه في الشوط الثاني، وكمان لما انا علقت على فكره الملعب الترتان في مباراه فيتا وقلت انا بفضل النوعيه دي من الملاعب، ناس كتير كلمتني في فكره خلي بالك الاصابات، قلت تمام، بس الملعب الترتان بيكون النادي الاهلي فيه بيلعب كورته، حتى لو في عيوب بيبقى افضل من بعض الملاعب الاخرى. ولو نفتكر مباراه اتحاد العاصمه الشهيره في الجيل الذهبي محمد بركات، كان ملعب ترتان، وانا بتفاعل نسبيا بالملاعب دي. طبعا زي ما انت اتكلمت يا اسامه، الشوط الثاني النادي الاهلي قدر حتى رقميا يحول تاخره لتعادل، كان تعادل مهم، حتى لو انت خلاص ضمنت التأهل، ولكن انت لازم توصل رسالة ان حتى لو اليوم مش بتاعك انت النادي الاهلي بالزبط. لك حد ادنى، ودايما صورة البطل بيحاول يحافظ عليها حتى لو هو مش موفق. نقدر نستعرض طبعا معنا صورة الاحصائيات اللي هي بتوضح الفرق بين الشوطين، هتلاقي محاولات النادي الاهلي في الشوط الثاني مختلفة تماما عن محاولات الشوط الاول. طبعا 4 محاولات 0 اون تارجت، الشوط الثاني كان 8 محاولات 4 اون تارجت، والاهم ان نادي المريخ السوداني اللي كان ليه 8 محاولات في الشوط الاول له محاولتين فقط لا غير في الشوط الثاني، والاكسبكتد جول او الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي زادت في الشوط الثاني عن الشوط الاول. والغريب اصلا ان الاهداف المتوقعه فارس اللي اتيحت للنادي الاهلي كانت في المباراه كاجمالي كانت اكثر من 3 اهداف، وما قدرناش نستغل ده. وخلينا نكون واضحين، الفارق بين مباراة المريخ وفيتا مع فكرة الملعب واللي اتكلم عليها فارس والأجواء اللي احنا دايما كأننا خلاص بقى النادي الأهلي لازم نلعب 3 العصر مع أي فريق في ملعب صعب، إن كمان التوفيق ما كانش مصاحب بعض اللاعبين. لو رجعنا مباراة فيتا، محمد شريف من أول كورة في الدقيقة 6 سجل هدف، المباراة بقت لصالح النادي الأهلي، جات له نفس الكورة أو نفس فرصة في نفس التوقيت تقريبا ما قدرش يستغلها، ومع بداية الشوط الثاني ما قدرش يستغلها، فكانت الحالة مش ماشيه في سكه اتجاه النادي الاهلي. ويمكن كمان يعني حتى تحديدا بدر بنون كان يعني دي اقل مباراه قدمها بدر بنون منذ قدومه للنادي الاهلي، ولكن ده شيء طبيعي. الحمد لله عدينا 2-2. اللعيبه بقى تقدر تبني على ده منين؟ تقدر تبني على ده ان انت بتقدر تعمل كامباك، لان دي خبرات متراكمه. انت كنت متاخر ايا كان مستوى المنافس، متاخر بهدفين قدرت ترجع، وقبل كده في الدوري كنت متاخر بهدفين وقدرت ترجع وتفوز 3-2. ده بيرسخ جوه الفريق ان انت قادر على اي وقت تجيب اللي انت عايزه من المباراه، ويكون اللي انت عايزه من المباراه هو الفوز. بالتاكيد عندنا مباراه سيمبا هي مباراه شبه تحصيل حاصل، ولكن في النهايه خلاص اتحسمت الادوار وصعبنا المواجهه على نفسنا، ولكن البطل دايما ما بيفرقش معاه هيواجه مين، حتى وان كان في امتيازات ان انت تقابل فريق في الدور قبل النهائي قوي افضل من دور الثمانيه، ولكن خلاص انت امام 3 فرق قويه. واعتقد السنه اللي فاتت كنا مشوارنا كان صعب جدا وكنا تاني المجموعه وقدرنا اننا نحقق اللقب، فنبني على الشوط الثاني مباراة المريخ، ونتمنى فكرة الدي اوف عند معظم اللاعبين تقل، ان المفترض تكون كل 3 شهور مباراة دي اوف، مش كل شهر مباراة دي اوف. بالظبط، وانا لازم اقف عند النقطة دي. الاهلي يهاب ولا يهاب، النادي الاهلي كل الفرق المشاركة في البطولة هي لازم تعمل له حساب. زي ما قلنا الموسم اللي فات كنت تاني المجموعة، الموسم بتاع خسارة من سان داونز كنا اول المجموعة وكان معانا سيمبا بالمصادفة. فاحنا بنتكلم في ان النادي الاهلي لو في شخصيته ولو في حالته، وده اللي بنراهن عليه، احنا لا نقش احد. طالما النادي الاهلي، انا دايما راهني على النادي الاهلي مش على مستوى الاخرين،
لو النادي الاهلي في مستواه وفي تركيزه، احنا شفنا السنه اللي فاتت سان داونز بتكسبه، الوداد بتخرجه من البطوله، الزمالك بتاخد اللقب منه، اقوى ثلاث فرق بتواجههم بتحقق اللقب عن جداره على حسابهم، فده النادي الاهلي. انا دايما براهن على حاله النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما بيكون في حالته بيبقى معادله صعبه جدا لاي فريق. وكمان في حته مهمه جدا، الشق البدني، ان انت في المباراه دي بترجع في الاجواء دي وفي الملعب ده، فاعتقد الشق البدني بيطمننا شويه ان لا، النادي الاهلي بيقدر يقف لاخر دقيقه على رجله. واتمنى زي ما اتكلمنا ان في الادوار الجايه يكون النادي الاهلي خرج بالشكل المهم اللي يقدر يبني عليه. بالتاكيد يا فارس، وطبعا مباراه النادي الاهلي والمريخ، ومباراه جت بعدها في بطوله افريقيا مباراه نادي الزمالك ومولوديه الجزائر، ايا كان برضو مستوى منافس نادي الزمالك، ما عندناش مشكله مع اي موقع حابب ان هو يبدي الحياد فيعني يضخم من انجازات اي فريق، ده ما عندناش مشكله فيه خالص. من حقك تشوف اي لاعب في اي نادي هو افضل لاعب كموقع رياضي، لكن المشكله لما بتيجي تضع مقارنات وتحط النادي الاهلي في الجمله في جمله من الاعراب، هنا لا، لازم نقول وقفه وستوب. انت مش عشان متهم بانك بتميل قليلا للنادي الاهلي برغم ان احنا مش شايفين ده، فيطلع اللقطه بالشكل ده فتيجي على النادي الاهلي وصوره لهدف شيكابالا وتقول ان حتى حاطط صوره هدفه في مرمى النادي الاهلي قبل صوره هدفه في مولوديه الجزائر، مع احترامنا طبعا الكامل لموقع يلا كوره، لكن الصوره دي اساءت او ابدت او جماهير النادي الاهلي ابدت غضبها تجاه المقارنه دي. لان للامانه انت لما مجدي قفشه سجل هدف فيتا وكان تصويبه قويه برضو، انت ما عملتش مقارنه بينها وبين القاضيه، وما قلتش ان اهداف مجدي قفشه دايما اهداف حاسمه، على عكس اهداف شيكابالا نتمنى يكون الهدف اللي سجله في مرمى مولوديه الجزائر حاسم، لكن دي رساله لموقع يلا كوره جماهير النادي الاهلي في حاله غضب من فكره الانحياز على حساب النادي الاهلي. الموقع يلا كوره كل المسؤولين عنه زملاء وبنحترمهم وبنحترم عملهم، ولكن احنا بنقف عند نقاط بنوجه سؤال محتاجين نراجع نفسنا فيه ونبص للقطه. هدف المولوديه اللي كان تحت ده النادي الاهلي مش طرف في المباراه، اسقاط زي ده اكيد ملوش معنى فيما يخص النادي الاهلي، خصوصا نادي اهلي مش طرف في المباراه. حتى الاجتزاء او اختصار الصوره في لقطه هدف شيكابالا اللي ما حققتش بطوله لنادي الزمالك، يمكن فقل مش حلو حتى على نادي الزمالك اللي قابل المولوديه ولسه موقفه متعلق باقدام الترجي، فحتى يمكن من باب الفقل هي مش فقل حسن يعني. فجمهور النادي الاهلي يبقى بمعزل عن سياق يخص جمهور الزمالك والعكس، بالعكس يعني احنا لا نطالب ان النادي الاهلي زي ما اسامه قال حتى نجتزئ لقطه تخصه ونحطها في مباراه تخص الزمالك، لان ده كان عامل حتى بين الجمهور حتى في الكومنتات حاله جدل شحن. كبيره جدا وشحن بالزبط. فاعتقد الرساله واضحه لزملائنا في يلا كوره، نبص بس على القصه من المنظور ده، خصوصا ان ده كان رد فعل عام مش حاله فرديه عندنا يعني. بالظبط، ودي الرساله اللي احنا بنوصلها لموقع يلا كوره. وطبعا يعني احداث كانت سعيده واحداث مبهجه في مصر نقل المومياءات، وطبعا العالم كله شاهد حضاره مصر. أيوة. والحقيقه الموكب كان حاجة تدعو للفخر، كل شيء معمول على خير ما يرام. يمكن طبعا الأستاذ زاهي حواس قال أنا لو عايز أعمل دعاية لمصر السياحية مش هقدر أعمل دعاية بالشكل ده، لأن بالفعل تاريخ مصر يا جماعة، أو البعض، أنا عجبني جدا جملة البعض اللي قال إن مصر أتت ثم أتى من بعدها التاريخ، لأن بالفعل لدينا تاريخ نفخر به، ولدينا حضارة نفخر بيها، ولدينا كمان حاضر نفخر بيه اللي طلع الصورة بالشكل المبهر ده. ويمكن يا فارس كلنا كنا سعداء، وأكيد انت حابب برضو يعني تقول كلمة في الموضوع ده. والله يا أحمد أنا الكلمة هي الشعور بالفخر، لسبب أنا دارس اللغة الروسية، أصدقاء كتير جدا كان على مدار سنوات في علاقة مودة ما بينهم في روسيا. فكرة الناس الشغف والمعلومات، يمكن أنا حتى كنت بخجل في بعض الأسئلة اللي هم بيسألوها إن هي مش عندي. أنت فاهم الانطباع العام اللي بيكون عند الشعوب، إن بما يخص شيء حضاري عندك فأكيد أنت هتكون عارف تفاصيله. يمكن بعض التفاصيل إحنا قصرنا في حق تاريخنا يمكن في الجزئية دي شوية، ولكن كان كل الناس تعليقاتها السعادة، الحدث اللي أنتوا عاملينه
كنت حاسس بفخر، وكنت حاسس ان انا فرحان ان حتى ببحث عشان اعرفهم ببلدي وبالاجزاء دي. فنتمنى ان شاء الله يكون دي خطوه مننا كلنا لان احنا ندي حق اكبر لاجزاء في تاريخنا، يمكن امم كتير جدا جدا لا تملك هذا التاريخ العريق والعظيم اللي فعلا يستحق الشعب المصري انه يفخر ويزهو بيه. بالتاكيد يا فارس، زي ما قلت كمان اكد على التاريخ الحاضر اللي نقل الصوره دي، شيء عظيم جدا. بنشكر كل واحد ساهم ان صوره مصر تطلع بهذا الزهو وهذا الفخر للشعب المصري. ولكن الاستاذ عمرو اديب كالعاده ما بيقدرش يفوت حدث الا لما يذكر اسم النادي الاهلي، لان هو وصل مع النادي الاهلي لطريق مسدود خلاص. الاستاذ عمرو اديب يستضيف الاستاذ زاهي حواس، فكان له تعقيب على فكره تعادل النادي الاهلي مع المريخ السوداني، تعقيب على طريقه الاستاذ عمرو اديب اللي كلنا بنحب تعليقاته. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. عايز اقول لك انه رغم كل الفراعنه ولعنه الفراعنه ده ما اثرش على الاهلي النهارده. لا الحمد لله الاهلي الحمد لله مغلوب 2 والزمالك ربنا يستر بقى النهارده. انا والله عايز الزمالك يغلب. انا اهلاوي يعني، لكن اكيد الزمالك عشان وقت ما الاهلي كان مغلوب قلت دي بقى النهارده. انا كنت جاي مرعوب، انا جاي مرعوب منك. عمرو موسى قال لي لا خلي لا ما تترعبش على الاهلي. طب والله ما بيأثرش فيه لا لعنه فراعنه ولا لعنه رومان ولا اي نوع من انواع اللعنات. بس ربنا يكرم الزمالك النهارده ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. والله احنا بنحمد ربنا ان الاستاذ عمرو اديب الحمد لله عينيه مش بتحسد، لان الحقيقه لو عينيه بتحسد بقاله 14 15 سنه بيتكلم عن النادي الاهلي ان مفيش اي حاجه بتاثر فيه وان هو ضد قوانين الكون ودايما النادي الاهلي بيحقق البطولات. فالحمد لله الاستاذ عمرو اديب زملكاوي مش حساد خالص، مش بيحسد يا فارس، واحنا ماشيين وان شاء الله تفضل فكره ان انا عجبني كلام الدكتور زاهي حواس، يعني روحه رياضيه حلوه جدا، وكمان كلامه عن النادي الاهلي وان هو معني بيه في حدث زي ده ومشغول بالمباراه. لا وبيتمنى الفوز كمان للزمالك. لا هو روحه اكيد حتى قبل كده لما علق واتكلم عن فكره الفراعنه الاهلاويه البعض خدها يا جماعه، يعني ده راجل علامه في تاريخ الحضاره المصريه، ده اسقاط يعني عن الشعب المصري. وحتى جه بعد كده قال جمله جميله تخص نادي الزمالك، هو روحه حلوه وكمان تحسه ان هو اهلاوي. وطبعا عمرو اديب كالعاده بيحاول ولكن محاولاته دايما تبوء بالفشل امام النادي الاهلي اللي لا يتوقف قطاره زي ما انت قلت لحسد ولا اعمال. نتمنى تفضل عين الاستاذ عمرو اديب بارده على النادي الاهلي، ونتمنى نسمع تعليقات الاستاذ عمرو اديب بعد تحقيق النادي الاهلي للبطولات دايما يا استاذ عمرو. ومن أستاذ عمرو أديب للناقد الرياضي المحترم أستاذ محمد سيف، يمكن إحنا الاتنين شركاء البرنامج وإحنا الاتنين بنكن الأستاذ محمد سيف دايما مشاعر طيبة، شخصية خلوقة من نقاد الرياضيين الزملكاوية. ولكن هي دي الرسالة يا جماعة، القصة مش عندنا أهلي وزمالك بقدر ما أنت بتقول إيه. ودايما زي ما بنقول لكم إحنا بنتناقش في أفكار وكلمات مش أشخاص أبدا، عشان كده كان ليه رأي مهم جدا بيشيد فيه بالنادي الأهلي. نشوف الرأي ونرجع نعقب. كان لازم التوضيح إن موسيماني بيرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي. هي وكان عنده رأي تاني؟ إيه؟ منتخب جنوب أفريقيا. منتخب إيه؟ جنوب افريقيا. سيدي الفاضل، أي اللي يدرب منتخب اللي بيدرب النادي الاهلي يبقى كانه بيدرب منتخب افريقيا نفسه. ده تشبيه كبير جدا جنوب وعظيم. مع احترامي وتقديري لجنوب افريقيا واي منتخب، انت بتدرب النادي الاهلي كانك بتدرب منتخب افريقيا. يعني شايف ان مش هتلاقي الا النظام واللوائح والاستقرار والهدوء والتعامل، مش هتلاقيها في حته ثانيه بسهوله. يعني هو مش بس حد عارف ليه النادي الاهلي عنده فريق كويس، القصه مش مختزله في ده، استقرار، لوائح، نظام، هو ده النادي الاهلي. ودي الرساله لبعض النقاد الزملكاويه، الكلام لما بيكون طالع من العقل بيوصل للعقل والقلب فبتصدقه، الكلام اللي بيطلع من البعض دايما تقليل من سكواد النادي الاهلي والبعض عنده لاعبين اكتر، القصه مش كده. قصة زي ما الراجل قال، النادي الاهلي بيمتلك منتخب افريقيا، والاهم من ده انه بيمتلك منظومته. شكرا للناقد المحترم محمد سيف، وما بشوفهاش مجاملة بقدر ما هو صوت زملكاوي رشيد بيدي النادي الاهلي حق. لحظة بقى من فضلك قول. طبعا طبعا تربينا على طبعا الاستاذ محمد سيف العظيم. مش اول مرة يقول الاراء دي. الاستاذ محمد سيف بيتمتع بعقلية رياضية مرنة جدا،
بيذكرني انا شخصيا بالراحل فايز الزمر الزملكاوي اللي لا تملك غير انك تحبه فقط لا غير. انا بتشرف بصداقه الاستاذ محمد سيف، والحقيقه استاذ محمد سيف مش بس موقفه في المرات دي بس، لا قبل كده كان يعني خد باع طويل في فكره توضيح للناس ان وكاله الاهرام عمرها ما كانت بتجامل النادي الاهلي، وكان له تصريحات في خصوص القضيه دي، وقال يا جماعه وكاله الاهرام بتكسب من التعاقد مع النادي الاهلي، ولو اي وكاله تانية شايفه في اي نادي اخر انها تقدر تكسب فطب ما الموضوع ما تتقدم. وبالتاكيد بنشكر الاراء الموضوعيه للاستاذ محمد سيف، ونتمنى ان هو يتواجد بشكل اكبر على الشاشه، لان النماذج اللي زي استاذ محمد سيف كلنا بنتعلم منها. نروح لقضيه اخرى، قضيه تاريخيه وحدث كان دايما بيتم استدعائه زي بالظبط هدف حسن شحاته الملغي. الحدث هو تصريح الكابتن محمود عثمان الحكم الدولي الشهير رحمه الله عليه، وكان بيتكلم في احد المباريات في مداخله عن مباراه نهائي كاس مصر بين الاهلي والاتحاد، والبعض خد المداخله دي وبدا يبني عليها اساطير من فكره المجاملات التحكيميه للنادي الاهلي من خلال الحكام المصريين. عايزك تنتبه وعايزك تشوف الفقرة دي كويس وتركز فيها، لأنها فقرة للتاريخ، فقرة مش كلامنا احنا بس، احنا دايما هنا بنرد بالصوت والصورة. لكن تعالوا نسمع الأول تصريح الحكم الدولي السابق الكابتن محمود عثمان ونرجع نعقب. اتفضل. في ماتش الأهلي والاتحاد السكندري في استاد القاهرة في حضور 100,000 متفرج. ايوه قبل العيد الكبير. مظبوط. ايوه في العيد الكبير اول يوم ليه. والكابتن عمر بيقول حضرتك عملت المستحيل عشان الاهلي يكسب. قول لنا بقى يعني. يا رب خليك يا كابتن. وبعدين جه الباب لي او كابتن محمد عمر جنبك شط شوطه يا كابتن صاروخ ارض جو لقيت نفسي ما عرفتك انا في ثابت واتحط الجول. لقيت بيبو والكابتن محمد عمر جايين بيقول ايه مش نخلص. طب خلاص خلصوا في روحكم وهنقعد. فزودت حوالي 10 دقائق. ده اقل واجب يا كابتن، اقل واجب. 12 دقيقة يا كابتن. 12 دقيقة يا نهار ابيض. هي 12 دقيقة ولا 10؟ 12 بيقول لك اهو. بس هي الكورة مش عايزة تدخل أصلا. النادي الأهلي مضيع كابتن كمية أهداف مش طبيعية. اديته 12 دقيقة مفيش فايدة. اتفضل. الدنيا ليلة. وعملت نص ساعة برضه. هتجيب أنت الجون، هتجيب أنت الجون يعني هتعمل إيه بقى؟ مفيش إلا أنا اللي راح أحطها بقى. والله يا كابتن وخلص على 1-0. بالظبط كده يعني على غير هواك يا كابتن معلش. لا خلينا نكون متفقين، التصريح من اي حق جماهير، من حق جماهير انديه اخرى تاخد التصريح ده وتحاول انها تصيغه بشكل او باخر، لكن كان في جمله مهمه جدا اتقالت في اخر الفيديو ده لما الكابتن مدحت شلبي قال له انتهت المباراه على غير هواك. قال له لا يا كابتن، النقطه هنا ان ده ممكن يكون زي ما انت شايفه دليل ادانه للنادي الاهلي تحكيميا، هنوريه لك ان هو دليل براءه النادي الاهلي تحكيميا، لان الحقيقه المجامله التحكيميه اللي بتتوقف عند فكره ضفت 10 دقائق وقت بدل ضايع ده شيء افضل بكتير من فكره انت عايز ضرب الجزاء ولا طرد، لان الحقيقه لو الكابتن محمود عثمان كان عايز يغير في نتيجه المباراه وما خدش الموضوع ده بشكل فيه فكاهه وخفه دم كان وارد جدا يحسب ركله جزاء غير صحيحه للنادي الاهلي لو هو فعلا عايز يجامل النادي الاهلي، لكن ده ما حصلش. اللي حصل ان الموضوع الفيديو كان بشكل فكاهي، والاهم من كل ده ان عندنا حالات لا تقبل الشك. الكابتن محمود عثمان كان بطلها بالمناسبه في مباراه اخرى للاهلي والاتحاد، فكانت في نوه اسكندريه في السبعينيات وانتهت بفوز الاتحاد. بالظبط. كمان تم تسجيل هدف للاتحاد بضربه يد، بقبضه يد زي بالظبط ايد انرامو. فاكرين ايد انرامو؟ حصلت بالظبط في مباراه الاتحاد والاهلي، وكان الحكم مين؟ الكابتن محمود عثمان. طب لا، ده احنا عندنا واقعه اهم بقى، واقعه تاريخيه تحسم الجدل ده. لو الكابتن محمود عثمان كان عاوز يجامل النادي الاهلي كان ممكن اي حاجه مسار شك يبقى الشكل صالح الاهلي. هنروح للواقعه دي يا اسامه، بس لازم اذكر ثلاث حاجات بس. الاول الواقعه دي معلش بس عشان الاسترباية للمعلومه، ده كان موسم 80 مش كاس 76. كان موسم 80 والنادي الاهلي الواقعه دي حصلت في موسم 80، كانت المباراه بتتلعب يوم العيد وما اتذاعتش.
المباراه دي غير مذاعه، راح الاستاد 100,000 مشجع، واللي اتحسب وقت بدل ضايع بالظبط 8 دقائق. ده الموضوع ل 12 دقيقه ولا حاجه، وكان وقت محتسب مستحق زي ما كل الصحف نشرت وقتها. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما انت اتكلمت، وقعه شهيره جدا وكان من اشهر العناوين الصحفيه في الوقت ده. استاذ نجيب المستكاوي سنه 78، الهدف اللي اسامه حكى لكم عنه بتاع طارق الجلاد اللي باليد، قال نوت محمود عثمان تفوقت على نوت المكنسه. يعني نوت محمود عثمان من خطا وفداحه الخطا بتاع اليد، قال ان هو عمل نوه في المباراه اكتر من نوت المكنسه الشهيره في اسكندريه، وحصل اللاعبين بتوع الاهلي على انذارات، حتى كابتن صفوت عبد الحليم خد الانذار الوحيد في تاريخه في الواقعه دي. إذن احنا بنتكلم في واقعتين مستحيل ان الحكم بيكون بيجامل فيهم. نيجي بقى لواقع الدوري، واقعة مهمة جدا، مستحيل حكم يكون بيجامل النادي الاهلي بعد الوقائع اللي حكيناها كمان يكون هو بطل الواقعة دي. موسم 84، طبعا النادي الاهلي كان خسر الدوري 83 لصالح المقاولين، بنيجي نلعب في موسم 84، النادي الاهلي في اشد الاحتياج للقب الدوري، بيقابل نادي الزمالك في مباراة مصرية هتحدد وجهه الدوري، لان النادي الاهلي ما كانش عنده اي رفاهيه انه يخسر نقاط امام نادي الزمالك، وتحديدا في شهر مايو. دخل الفريقين المباراه، كابتن ايمن يونس كان ناشئ وقتها، سجل هدف الزمالك، وبنتفاجئ ان النادي الاهلي بيسجل هدف بيتم الغائه. الهدف ده اثر على مسار بطوله الدوري في الدور الاول. المباراه دي اثرت، ولكن كمان المباراه الثانيه كانت وراها على طول، يعني يمكن دي كانت مباراه مؤجله واتلعبت في اخر الدور الاول. فطبعا كل الاحداث دي مستحيل يكون بطلها حكم كان بيجامل النادي الاهلي، لان وقائع اثرت على النادي الاهلي بشده. نشوف بطل الواقعه كابتن ربيع ياسين وهو بيحكي الواقعه والهدف الملغي بلا داعي، نطلع ونشوف. بالنسبه لي انا سجلت في نادي الزمالك هدفين، هدف في الكاس وهدف في الدوري. هدف الدوري اتلغى لي طبعا. ما انساش الماتش ده طبعا، كان في استاد القاهره تقريبا في سنه 84. الزمالك تقدم علينا بهدف لايمن يونس، تقريبا ايمن يونس، هي جت في حشيش وراحت على شمال اكرامي على ما اتذكر تقريبا، يعني تقريبا يعني. في بعد كده كورنر جالنا يعني، وانا رحت جايب الجول على طول، واخده على الطاير من فوق على يمين عادل المأمور. فانا لقيت الكابتن، كان الحكم الدولي الكابتن محمود عثمان الله يرحمه، فلقيته لغى الجول يعني، مع ان تقريبا كان في اجماع ان هو بنسب كبيره ما فيهوش اي حاجه خالص يعني جول. انا نفسي ما كانش يعني ما كانش فيه التحام ولا قريب من حد ولا حد عمل لي حاجه، ولا كنت لوحدي، الكره جات لي، الدليل ان انا واخدها على الطاير وبراحتي وشايطها وجت في الشبكه. فحتى انا الكابتن محمود عثمان الله يرحمه كنت كل ما اقابله اقول له تلغي لي جول في الزمالك يا راجل، يا راجل في حد يلغي جول في الزمالك؟ فهو كان لذيذ جدا الله يرحمه. فطبعا جول بالنسبه لي انا ما انساهوش، وفي نفس الوقت على الاقل كنا تعادلنا بيه، ما كانش في توفيق اليوم ده لينا، والزمالك كان كسب المباراه 1-0، وده قصه الهدف يعني. يعني هدف في الزمالك اكيد بيبقى علامه كبيره جدا وبيعلم وبيبقى موجود، فكنت اتمنى ان الهدف طبعا يتحسب لي، لكن قدر الله ما شاء فعل وما اتحسبش، والزمالك كسب اليوم ده، كسبنا النادي الاهلي الحمد لله. ربنا اداني هدف في الكاس فعلا، احنا كنا واخدين الدوري وكان ده الكاس، وده ما نسوش طبعا. هدف الزمالك في الكاس بالليل في رمضان في اجواء يعني، لما كنا بنشوف جمهور الاهلي بيفرح يعني، الهدف بيجي عشان يفرح جمهور، هي دي السعاده. طبعا كان في نرفزه عصبيه من الكابتن جوهري والكابتن زيزو، وانا دخلت من الغرفه، كان كابتن محمود عثمان وكابتن شوقي خلف على ما اتذكر يعني، بص مش ناسي في واحد ثالث بقى، ودخلت طبعا النرفزه والعصبيه، لان يعني نتيجه اهلي وزمالك ونتيجه جهد وكفاح واخلاص وتخطيط ونظام في اسبوع في بطوله في ثلاث يعني تقريبا كان نقطتين ما كانش ثلاثه تقريبا يعني 84. ف وبرضه يعني هم كانوا حاسين بالظلم بالنسبه لالغاء الهدف، لكن الامور مشيت. الكابتن جواري طبعا وكابتن زيزو حافظوا برضه على الكيان وحافظوا على الشكل الكويس النادي الاهلي، النادي طول عمره عنده مبادئ وعنده احترام وعنده تصرفات هايله طبعا، وياما كتير ظلمنا، ياما في نهائي افريقيا 83 ما في جول اوفسايد 100% هناك في غانا، كتير جدا لو انا قعدت حسبت. لكن هو الكيان الكبير دايما بيكسب البطولات بفضل الله، ثم الترابط، الحب، الاحترام، الجهد، الكفاح، الاخلاص، التخطيط، النظام، الاداريات، الفنيات، ده الكيان، عشان كده متصدر بفضل الله تعالى. وكان كتير جدا، احنا 84 كنا في لوس انجلوس وكان الاهلي لعب الكاس وخده بدون التوليه،
لما لعب المصري في النهائي كنا هناك، وكان برضو 86 لما الولاد الصغيرين لعبوا كنا احنا في المغرب وراجعين من المغرب، وكان قرار الكابتن صالح انك تلعب بدون الدوليين كتير جدا طبعا. لكن هو زي ما قلت ان اجيال ولاعيبه على قدر المسؤوليه عارفين يعني التزام وتركيز واصرار، وطول عمر النادي الاهلي بفضل الله تعالى عنده دايما البديل، وعنده اللي يقدر يدافع عن اسمه الاولاد المخلصين المحترمين. فما فيش كلام ان كانت بطوله قويه جدا طبعا، ودايما الكيان في المقدمه، ودايما الاهلي بمن حضر، دايما الاهلي بمن حضر بفضل الله تعالى. دي فلسفه القصه كلها، الاهلي بمن حضر. واحنا بنستعرض حاجات عشان نقول ان في وقائع تعرض ليها النادي الاهلي حقنا نرصدها، ولكن عمرنا ما خدناها مبرر لخساره القاب او بطولات. وكمان لو ده كابتن ربيع ياسين وده رايه وهو اهلاوي، فالناقد الرياضي وقتها في جريده الاهرام اسماعيل البقري طلع وعلق على اللعبه وقال ان تم الغاء الهدف لسبب غير معلوم بالمره، وقال ان هو ما شافش ما يستدعي الغاء الهدف، هدف اثر ده نص كلامه واضح، قال ان الهدف لم يكن فيه اي داعي ولا مبرر لالغائه. وزي ما بنرصد دايما معاكم وقائع بنسجلها مش على لساننا احنا يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، وزي ما قلنا الكابتن اسماعيل البقري الاستاذ اسماعيل البقري اصلا ينتمي لنادي الزمالك، وقال ان الهدف واضح وصحيح، بس الحدث ده ما كانش توقف عند فكره الغاء هدف في دوري كان الفرق فيه نقطتين، التعادل فقط لا غير كان منح النادي الاهلي بطوله الدوري، وما سمعناش جماهير النادي الاهلي بتقول دوري كابتن ربيع ياسين. بنعدي الامور وبنتعامل مع الامور، ولكن البعض لما بنتجاهل فكره الحديث او التوقف عن الاخطاء التحكيميه دي بيظن ان الاهلي بيجامل تحكيميا. نيجي بقى الحدث شهير جدا وبرده كان بيتقال عن الكابتن محمود الجوهري، ودايما بتردده جماهير نادي الزمالك، ان فكره ان الكابتن محمود الجوهري قال لو منحتوا الزمالك عداله تحكيميه ستنافس باقي الفرق على المركز الثاني. طب يا جماعه فين التصريح ده؟ اتقال فين؟ اتقال في جريده؟ اتقال فيديو؟ اتقال اي حاجه؟ لا، هو اتقال عند جماهير نادي الزمالك. الواقعه دي انتوا طبعا عارفين رحمه الله للكابتن محمود الجوهري في الاتزان والانضباط وضبط النفس جنرال. الحقيقه خرج عن ضبط النفس وراح للكابتن محمود عثمان اللي بنقول لو هو عاوز يجامل، حتى لو انت شايف ان الهدف فيه شك فالشك كان يبقى لصالح الاهلي، وكان حسب الشك لصالح النادي الاهلي، لكن خلى الشك لصالح نادي الزمالك. فالكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن محمود الجوهري راحوا لغرفه التحكيم، وحصل مشاده قويه جدا مع الكابتن محمود عثمان، مشاده يعني مشاده. لجنه المسابقات باتحاد الكره تقرر ايقاف زيزو 3 سنوات وغرامه 1000 جنيه، لكن لو رحنا لنص الخبر هنلاقي ان الخبر بيقول مدير الكره السابق بالنادي الاهلي. ازاي كده؟ لان النادي الاهلي نادي المبادئ، اللي البعض بيتكلم عن فكره المبادئ، قرر عقاب الكابتن زيزو قبل ما اتحاد الكره يعاقبه، حتى والنادي الاهلي واقع عليه ظلم تحكيمي. كذلك الكابتن محمود الجوهري تم ايقافه لمده 5 مباريات مع ايقاف التنفيذ. ليه؟ لان الكابتن محمود الجوهري راح لغرفه الكابتن محمود عثمان. فتخيلوا الكابتن محمود الجوهري اللي شعر بالظلم الحقيقي خلاه يخرج عن انضباطه المعروف عنه مدى الحياه، في لقطه هيقول ان الزمالك لو تم منحه العداله التحكيميه هينافس باقي الفرق على المركز الثاني. هذه من صنع اوهامكم قدام الزمالك. يعني اللقطه قدام الزمالك اعتقد وضحنا، ودايما بيكون لنا معاكم وقفات عند اكاذيب تاريخيه. لحظه بس، انا عايز ااكد على حاجه، ااكد على حاجه، ان الهدف ده او الفوز ده سنه 84 كان الفوز العاشر لنادي الزمالك في تاريخ لقاءات القمه، والامر ما انتهاش عند كده يا فارس. في الدوري النادي الاهلي اتحرم من لاعبيه الدوليين في المباراه الثانيه، لان النادي الاهلي وقتها بعد الخطا التحكيمي ده كان بقى محتاج للفوز امام الزمالك، والزمالك يكفيه التعادل وتعادله فعلا. وكان التاريخ سلسله، وفي 88 اتحرمنا من الدوليين، وكان برضه عامل حاسم خطا تحكيمي ولعب بدون دوليين، وبرضه ضاع دوري. وما بنقعدش معاكم نعد الدوريات الحلال والدوريات الغير حلال، لان النادي الاهلي عامل زي القطر ما بيقفش في محطه. نروح بقى الفاصل ونرجع عشان معانا احنا محطات تانية كتير جدا النهارده وريمونتادا. نشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، وهنا كان لازم اقول لك بقى سيب الموبايل.
بس لازم نوجه رسالة الأول اللي هي رسالة البرنامج هنا من ساعة ما بدأنا، من وقت ما بدأنا وإحنا دايما شعرنا التناول بلا تطاول، وقلنا قبل كده كتير جدا أن الرد بيكون هنا من خلال قيمة النادي الأهلي اللي كلنا بنفتخر أن احنا بنمثله من خلال شعار كلنا لازم نحترمه، لا من خلال بعض الناس اللي بتتجاوز في حق النادي الأهلي. والحمد لله ما يقرب من عامين مفيش مرة قلنا معلومة تم التشكيك فيها، أو مرة اتقال أن انتوا بتقولوا حاجة غلط، أو مرة اتقال أن انتوا بتخرجوا عن إطار النادي الأهلي. فالبعض اللي بيحاول يصنع بطولة على حساب قناة النادي الأهلي بنقوله لا، احنا لما بنتناول هنا تصريحاتك بنتناولها عشان نوضح لجماهير نادي الأهلي ان الحقائق تأتي من هنا مش من الكلام اللي انت بتقوله، ان الكلام دايما من قيمة النادي الأهلي. دي كانت رسالة مهمة جدا في فقرة ريمونتادا عشان محدش يصنع بطولة على حساب قناة النادي الأهلي، ومحدش بيوجع النادي الأهلي ولا يوجع إعلام النادي الأهلي إلا بعض الأشخاص المنتسبين للنادي الأهلي، إحنا بنتوجع عليهم لما بيطلعوا بتصريحات بتثبت إن هم مروا على النادي الأهلي مرور الكرام. دي كانت رسالة للبعض، أتمنى الرسالة توصل. نروح بقى لفقرة ريمونتادا، وعندنا قضية السلة، وبعد قرار السلة وتظلم نادي الزمالك البعض مازال بيحاول ياخدنا لسكة ان في مجاملات، وان لو النادي الاهلي كان في الموقف ده كان القرار اتغير. نشوف الكابتن خالد الغندور اللي مصر على فكرة النادي الاهلي دايما بيتجامل، ونرجع نعقب بعد الفيديو ده. اهلا بيكم، اهلا بيكم في منظومة العدالة الرياضية في مصر، اهلا بحضراتكم. اتحاد كرة السلة النهاردة بيتخذ قرار باحتساب مباراة الزمالك والأهلي لصالح النادي الأهلي. اتحاد كرة السلة بياخد قرار أيضا بغرامة مالية على نادي الزمالك. كمان اتحاد كرة السلة بيقرر إن في مباراة هتلعب خارج أسوار نادي الزمالك عقابا على اقتحام جماهيره للملعب. جماهيره بجانب بعض اللعيبة، لعيبة العادية يعني، شيكابالا، كابتن هشام يكن كابتن مصر في كاس العالم، كابتن شيكابالا واحد من اساطير الكورة، كابتن اوباما احد هدافي الدوري العام المصري، حاوي الكرة المصرية الموهوب الاكبر كابتن حماد عبد اللطيف، امير عزمي مجاهد لاعبا ومدربا، و يعني الناس ما كانتش حابة هؤلاء يعني اللاعبين ان هم يكونوا متواجدين في الملعب، يعني عيب. لكن طبعا من حق النادي الأهلي ده على حسب اتحاد كرة السلة انه يعمل اللي هو عايزه، جمهوره يحضر، الأعضاء الجمعية العمومية يجوا، كابتن خالد بيبو يقعد جنب العمري فاروق اللي كان وزير الرياضة من 7-8 سنين فاتوا. يعني أنا مش عايز بس جمهور الزمالك بجد والله يزعل خالص نهائي. لو هي البطولات بتتاخد كده يعني ولا اي بطوله هتفرق مع نادي الزمالك، ودي لو اتاخدت كمان، يعني لو البطوله كده بالمنظر دي كمان المنافس خدها، لا يعني كمان ممكن ما تتاخدش، وبالتالي يعني ولا بطوله هتزود نادي الزمالك ولا هتقلله، بس بتؤكد حاجات احنا طول الوقت شايفينها بعينينا والناس مش شايفاها. اقسم بالله العلي العظيم ان هذا لو حدث داخل النادي الاهلي، اقسم بالله ان اتحاد كرة السلة لن ولم يتخذ هذا القرار اللي اتخذ ضد نادي الزمالك. خلينا ناخد شقين من كلام الكابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن فكرة خلاص اعتدناها، اول لما تبقى بعيد عن النادي الاهلي شكك في بطولات النادي الاهلي عشان تقدر تتعايش مع الواقع ان انت خلف النادي الاهلي، لان انت في ظل التصريحات اللي بنشوفها بقالنا تقريبا سنة واضحه جدا بتخرج من ناس وابناء نادي الزمالك مش قادرين يشوفوا الحقيقه، لان عارفين ان الحقيقه هتفكرهم بالم وواقع مرير، فبالتالي نعمل ايه؟ نشكك في النادي الاهلي. هنرد على الجزء ده، لكن الجزء الثاني هو بيقسم بالله ان الواقعه دي لو مع النادي الاهلي كان اتحاد السله ما كانش يقدر ياخد القرار ده. ده تشكيك واضح وصريح من كابتن خالد غندور في نزاهة اتحاد السلة الحالي، وده شيء لا نقبله، وأعتقد اتحاد السلة لا يقبل ذلك على نفسه. الأهم من كل ده
احنا هنا منوط بينا الدفاع عن النادي الاهلي، جايبين لك وقع وموقف تقريبا المنافس واحد وهو سموحه، ووقع من اثنين لاعبين والاثنين محترفين للصدفه، وكان موقف اتحاد السله مختلف لان اكيد كان له ابعاد ليه. ده طبعا استوجلن في مباراه سموحه، ضرب واضح للاعب سموحه في الملعب، وراح كمل كمان بعد كده عند الدكه كمان. بالظبط. القرار يبقى يا اسامه؟ مفيش اي قرار، هو تكنيكال فاول وفي المباراه عادي جدا ومفيش اي قرار. عندنا واقعه ثانيه لمحترف بقى النادي الاهلي، زي ما انتم حضراتكم شايفين الواقعه صعبه جدا والضرب بقوه وواضحه جدا، ده اكيد اكيد كان لازم يكون في ايقاف، لكن اتحاد السله خد قرار ان مفيش ايقاف. عندنا لاعب ثاني طبعا، ده اللاعب والاصابه اللي حصلت للاعب، لاعب سموحه طبعا زي ما حضراتكم شايفين اللاعب والاصابه اللي حصلت له. عندنا لاعب محترف تاني فارس يونج اليكس يونج، لاعب النادي الاهلي اللي لما حصلت معاه وقعه كانت العقوبه بالايقاف. اليكس يونج نجم سله الاهلي بسبب وقعه مباراه سموحه، لما لعب قدام سموحه ولما اليكس يونج ارتكب خطا كان العقوبه مختلفه تماما وكان ايقاف اليكس يونج. هي دي المعايير اللي هو بيصور ان هي بتطبق مع نادي الزمالك بس ولا تطبق مع النادي الاهلي، ما وقفناش عندها وقتها، ولكن لو انت بتحب المعيار ده سهل جدا يتعمل وسهل ناخده لما هو ابعد ونقول ان ده سبب عدم تحقيق البطولات، ولكن للاسف طول ما انت بتشوف بالمنظور ده طول ما تفضل طول الوقت مش قادر تحقق بطوله لان انت مش عارف ايه اسباب البطوله الحقيقيه. بالظبط، او بمعنى ادق زي ما بيتقال مش قادر تلحق النادي الاهلي. عندنا الجانب بقى اللي احنا قلنا نتكلم فيه وهي فكره اتحاد السله، والبعض اللي شكك يا فارس ما كانش بيتفق مع الكابتن خالد غندور بس، كان اعتقد الاستاذ عمرو الدردير رئيس المنظومه الاعلاميه في الزمالك بياخد الشق الاول من كلام الكابتن خالد. انا دايما بتكلم عن فكره انك انت تحسن اختيار سفرائك، اكيد نادي الزمالك ليه شانه الخاص في تعيين من يراه متحدث اعلامي، ده بديهيات ان ده شان يخص الزمالك، اما وان المتحدث الاعلامي ده ينطق بما يثير التعصب ده أحيانا بنرد عليه، ولكن كمان السخرية من شعارات تخص النادي الأهلي أو منهج يخص النادي الأهلي ده غير مقبول بالمرة، وده شيء أعتقد إن هو عمره ما هيأدي إن العلاقة بين الأهلي والزمالك تتحسن، لأن كل ما بنتحرك للأمام بيجي الأشخاص اللي هم منوط بيهم إن هم فعلا يساعدوا في ده بيقولوا تصريحات زي اللي هتشوفوها دي. نطلع ونشوف الأستاذ عمرو الدرديري قال إيه ونرجع نعقب. جماعة ما فيش حاجة اسمها مبادئ ولا قيم ولا الكلام اللامؤاخذة الفاضي ده. في حاجة اسمها لوائح تحترم. النادي الأهلي دايما لما يجي يتزنق يتكلم على مبادئ وقيم. ده دي حاجات لما يجي يتزنقوا يتكلموا فيها. لكن هي الحقيقة إحنا ناس في عهد احتراف. بنتكلم في لوائح وقوانين. ما هو بيقول لك اهو اللوائح والقوانين بتنص، ما انا بقول لك اللائحه والقانون بتقول ان الاهلي هو اللي مش راضي، فضنا لك الملعب يا سيدي العب، اتفضل العب، برضه مش عايز يلعب بيتلكك، هو اللي مش عايز يلعب يعني هو اللي امتنع عن اللعب. يعني انا مش فاهم ازاي الزمالك انسحب، يعني الزمالك انسحب اذا كان الزمالك واقف وعايز يلعب. هو عايز لا حتى لما تلكك في الجمهور، طب خرجنا الجمهور يلا نلعب. مش عايز يلعب، طب خرجني مش عارف. هو الموضوع شيك، يعني الموضوع فيه امتناع من الاهلي عن اللعب. مفيش حاجه اسمها قيم ومبادئ، يمكن ده عند البعض وهو يتحدث عن نفسه، اما النادي الاهلي لا، عنده قيم وعنده مبادئ بنتكلم فيها من ايام عزيز عزت باشا ومن تاسيس النادي الاهلي مرورا بكل رؤساء النادي الاهلي. فلما حضرتك تتكلم عن قيم ومبادئ النادي الاهلي لو انت مش عارفها يبقى ما تتحدثش عنها. ده رقم واحد. رقم اتنين فيما يخص كلامك إن الزمالك كان هو عايز يلعب المباراة والنادي الأهلي اللي رفض يلعب المباراة، حضرتك متحدث إعلامي مفترض لما كمان بتتكلم على قناة ناديك، يعني أنا محرج إن احنا نوصل لك بديهيات، مش مفترض أبدا إن احنا نقول معلومات ملهاش أي علاقة بالواقع. المعلومات دي كمان لو اللي بيكذبها شخص مسؤول هو يقدر يقول لك كويس قوي إيه اللي حصل. احنا لسه يا فارس بنتكلم عن وقع ايقاف الكابتن زيزو، قلنا النادي الاهلي قبل اتحاد الكره ما يصدر القرار منه صدر من النادي الاهلي التزام برغم الظلم الواقع على النادي الاهلي. فالبعض دايما للاسف انا بعذرهم لان ما جربوش ان هم يتعاملوا مع النادي الاهلي، ما جربوش ان هم ينتموا للنادي الاهلي، وده طبيعي جدا، فمش عارفين يعني ايه مبادئ النادي الاهلي، لكن الوقائع كثيره جدا. لكن فكره كمان ان انت تقول ان انت عايز تلعب مباراه،
عندنا رئيس اتحاد السلة كان واضح جدا وقال ان المباراة تم تأجيلها لمدة ساعة ونص، بنحاول نخرج اللاعبين ونخرج الجماهير، البعض قال ان الجماهير رجعت تاني والبعض قال لا ما رجعتش. عندنا تصريحات واضحة جدا لرئيس اتحاد السلة قالها بوضوح فيما يخص الجماهير، وقال ما تحاولوش تختزلوا القصة في موضوع شيكابالا او موضوع اي لاعب تاني، لان كان في جماهير اخرى موجودة في الصالة وكانت رافضة تدخل. كلام رئيس الاتحاد ده اللي أكده أكتر من مرة وقال إن احنا قعدنا 90 دقيقة منتظرين إخلاء الصالة، أكده أساسا عمرو هشام لاعب عمر هشام لاعب فريق السلة بنادي الزمالك اللي كان له وقعة شهيرة قبل كده من موسمين وتوقف بسببها أو تغرم كفالة 2500 جنيه بسبب كرة صلاح أمين حسين صلاح أمين لا لا اتوقف وخد غرامه 2500 جنيه. فتعالوا نسمع عمر هشام قال ايه ونرجع نعقب، عشان الواقعه كانت مع ايهاب امين، لكن نرجع نشوف عمر هشام ونرجع نعقب. سخنا وخلاص الماتش المفروض هيبتدي، فكان موجود اوريدي اهالي اللعيبه وبعض نجوم من كره القدم شيكابالا واوباما وحازم امام وكذا حد تاني، وكان دول بس الموجودين في الصاله. بعديها بدقيقتين لقينا حوالي 30 او 40 واحد من جمهور الزمالك دخل، بس فعلا دخلوا لمده 5 دقايق بالظبط. اول ما عرفوا ان الماتش يا جماعه كده او احنا هنتاذي بسبب الموضوع ده راحوا طلعوا تاني بسرعه جدا. ماشي. فدلوقتي خلاص احنا خلينا المدرج من الجمهور موجود دلوقتي اهالي اللعيبه ونجوم الفريق ولو في شويه مثلا لاعبين ناشئين او كده مش اكتر من كده. تمام. نفاجئ بقرار ان لا لازم الصاله تكون فاضيه خالص عشان الماتش يبتدي او الماتش يتلعب. دي تصريحات عمر هشام بيتكلم عن اسر اللاعبين موجوده في الصاله، واتكلم عن فكره ان هم لما نزلوا التدريب الجماهير دخلت، هو قال الامانه خرجت، لا هي موجوده في الممر، واعتقد ده تصريح واضح جدا. لما نرجع للائحه اللي كمان رئيس اتحاد السله قال يا جماعه لغايه مباراه الزمالك وسموحه كان شيء، وما بعد مباراه الزمالك وسموحه اصبح شيء اخر بسبب تعدي جماهير نادي الزمالك على فريق سموحه. عمر هشام باكد خد غرامه 2500 جنيه مع ايهاب امين او في واقعه ايهاب امين لما حصل مشاده في صاله النادي الاهلي، لان الاعداد بيراجعني انا براهن الاعداد على الهواء. لا احنا المفروض نقف في صفه، لان هو انتصر للوضع اللي حصل بكل شفافيه بشكل ما عملوش المتحدث الاعلامي اللي المفروض يرصد الواقع. وزي ما قلنا رئيس الاتحاد كلامه يجب اي حد، لان هو كان بيتكلم عن وقائع في محاولة إخراج الجمهور اللي لم يخرج حتى الدقائق الأخيرة. وعلى فكرة أسامة في فيديو منتشر وحقيقي يخص جمهور الزمالك قبل المباراة ما ينفعش نعرضه، ولكن لو اتعرض أي حد هيفهم أن إقامة المباراة في الأجواء دي كان شيء مستحيل. وحسنا فعل الأمن وحسنا فعل مراقب المباراة أن هم رفضوا أن المباراة تلعب بالشكل اللي كان حاصل ده. ولكن لما بنيجي نشوف البعض بيتناول القصة إزاي، ففي الأستاذ طارق جبريل كان مسؤول في جهاز كرة اليد الخاص بنادي الزمالك قبل كده، وهو قاعد في لحظة من لحظات المصارحة مع الذات حكى عن وقعة طرفها نادي الزمالك، عشان نشوف أستاذ عمرو الدرديري اللي كان بيقول النادي الأهلي هو اللي رفض يلعب، هو اللي خاف يلعب، هو اللي انسحب. تعال نشوف الوقعة التاريخية دي فيما يخص فريق اليد الزمالك إيه اللي حصل فيه ومين اللي قال له ينسحب وكان إيه الوضع، ونرجع نعم. فانت النهارده نازل ملعب في جمهور، الجمهور ده قليل ان شاء الله 10 خرجوا بره خلاص. طيب وسمعت ان لا اللي ما رضاش شيكابالا وبتاع كابتن شيكابالا ومعاش مع حد معاه وحماد عبد اللطيف هشام ياكن خمسة كده مشهوره فجم وما رضوش يطلعوا او قالوا لهم ما تطلعوش في ناس من النادي من اللي سمعته نفسهم قال لهم عيب ده اللي سمعته نجوم الكوره يعني خلاص. انا اسف كابتن شيكابالا بص راسه معاش خاطري عشان نكمل الماتش لو سمحت. عادي جدا. انا عملتها مع مرتضى منصور وعزم مجاهد وانا كنت رئيس جهاز. كان ساعتها في جمهور بقى. انا رحت لعزمي فبقول له يا كابتن عزمي يا كابتن عزمي في ايه؟ اطلع. اطلع بره الملعب. وكان هو بعد مجلس اداره وانا كنت رئيس جهاز. يا كابتن عزمي اكبر مني مثلا ب 10 سنين. تمام. اطلع بره الملعب. فقال لي بس مرتضى بيقول لي بوظ الماتش. والله زي ما بقول لك كده بالظبط. جوه الملعب. وقاعد بيتخانق مع الحكم عشان يكمل بقى الدنيا عشان الحكم بقى يلغي المباراه. وعرفت تتخرج. طب تلغي المباراه ليه؟ احنا مغلوبين شايف احنا مغلوبين. يا كابتن عزمي يا كابتن عزمي خدته زقيته.
طلعته بره. من سخرية القدر ان البعض يعقب ان المسؤولين في النادي الاهلي اللي كانوا موجودين داخل الصالة اتكلموا في فكرة وحق مشروع ان المباراة ما تلعبش واحنا في جمهور في الملعب. ده حد بيتكلم في لائحة وقانون، ولكن لما تخرج شهادة تاريخية، يعني انا بعتبر الحاجات دي جميلة كده زي اللي كان بيقولها كابتن فاروق جعفر، ان مسؤول النادي قال لهم بوظوا الماتش وخلوا الحكم يلغي الماتش. اعتقد يا استاذ عمرو محتاج تشوف مين اللي فعلا ما كانش عايز يلعب، ومين اللي ما كانش عايز يواجه، ومين اللي ما كانش عايز المباراة تستكمل. لحظات الصراحة بتبقى جميلة، ما تكررش كتير، بس بدأت تتكرر اليومين دول. لا ده هي اتكررت كتير وبدأت على كل وسائل التواصل الاجتماعي، مش بس الشاشات ومش بس الإذاعة ومش بس الفضائيات. الموضوع بقى كبير جدا، والكابتن أحمد حسام ميدو اللي تناولناه هنا مرات ومرات ومرات، يمكن عملنا فقرة قبل كده جهاز كشف الصدق، كان هو أول ضيف للفقرة دي. الكابتن أحمد حسام ميدو مع احترامنا الكامل ليه طبعا، والتاريخه الكبير كلاعب كرة قدم واحترافيته خارج مصر، لكن هو دايما بيقع في صراع بين اللي شافه في الاحتراف وصراع بين ميوله وانتماءاته، والصراع ده بيقوده ان هو بيكون في آراء كتيرة جدا بيحصل فيها تناقضات. النهارده هقول رأي، بكرة هقول رأي مخالف ليه تماما، وكأن المتحدث هم شخصين مستقلين تماما. في موضوع السلة الكابتن أحمد حسام ميدو كان له رأي بيوضح إزاي بتدار الأمور إعلاميا من وجهة نظر الكابتن أحمد حسام ميدو. نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب مهم جدا. هل لو نفس الكلام حصل داخل صالة النادي الأهلي ونادي الزمالك مثلا، كان فيه الشناوي وليد سليمان مثلا موجودين، وكان فيه كابتن خالد بيبو، وكان فيه كابتن يعني الكباتن الكبار طبعا اللي لعبوا في النادي الاهلي كانوا موجودين، ونادي الزمالك اصر وقال لك ان انا مش هلعب، هل كان هيبقى نفس القرار من مراقب المباراه؟ وهل تاني يوم كان هيبقى نفس القرار بتاع اتحاد السله؟ بص يا كابتن ميدو، انت يعني انا عارف انك انت عارف ليك في الباسكت كتير، ومحمد يوسف صديق مشترك، وانت بص احنا نظريه المؤامره موجوده، كل فريق او كل نادي بيشوف القرار من وجهه نظر ان هو موجه ضده ولمصلحه الانديه الثانيه. المنافسه عندنا مختلفه شويه، يعني احنا مش ناديين، احنا بنتكلم اهلي زمالك جزيره في القاهره واتحاد سبورتنج سموحه في اسكندريه، وبيخبط فينا الجيش وحاليا المصريه للاتصالات. يعني الجيش امبارح لسه كسبان سبورتنج، قبل كده كسب الاهلي، فاحنا المنافسه عندنا مختلفه. كويس، وده مصلحه اللعبه، والقرارات عشان الشعبيه مختلفه والمنافسه صعبه جدا، القرارات على طول بتلاقي فيه البرو والكون، نظريه المؤامره، لا انت عامل الكلام ده ضدي، لكن احنا مصلحتنا ان اللعبه تستمر كده. انا باكد لك ان الكلام ده لو كان حصل في العكس كان هياخد نفس القرار ونفس بدون مسميات. طبعا السؤال اهلي ولا زمالك، ولو مع الاهلي كان هيحصل الكلام ده؟ نائب رئيس اتحاد كرة السلة رد بوضوح، بس هو التفت لنقطة مهمة جدا، هو بيكلم الكابتن احمد حسام ميدو فاذا بيه بيقول ان نظرية المؤامرة متواجدة عند البعض، صدفة جت كده معاه دارس الامر ده وفاهم. هو بيكلم ميدو المنتمي لنادي الزمالك اللي هو احيانا بيكون رافض تماما نظرية المؤامرة، واحيانا بيكون داعم نظرية المؤامرة، لكن كان الرد شافي واضح جدا ان سواء اهلي زمالك سبورتنج اتحاد، قرار اتحاد السله كان هيطلع بتطبيق اللوائح يا فارس. طيب كابتن احمد حسام ميدو اللي لسه من شويه عرض لكم وهو بيسمع الراي الموضوعي اللي يخص كل الانديه، كان رايه بعد هذا الراي الموضوعي اللي اتقالوا فيه ان القرار ده كان هيطبق على كل الانديه ايه؟ نطلع ونسمع كابتن احمد حسام ميدو. اخيرا محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك، رساله للجميع، مهما كان مين موجود، مين رئيس نادي الزمالك، محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك. والكلام ده انا بقوله لكم بقى ان انا مش اعلامي، انا كزملكاوي، محدش هيعرف يكسر نادي الزمالك. وشابوه وتحيه للواء عماد عبد العزيز بان هو رفض ان نجوم الكوره يطلعوا بره الصاله وتغور نتيجه المباراه، تغور نتيجه المباراه. تحيه للواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك بان هو رفض ان المباراه تتلعب وان الناس رموز نادي الزمالك الكبار يطلعوا بره الملعب، وبطلبه ان هو ينسحب من الدوري مهما كانت العواقب، لان القرار اللي خرج النهارده قرار ظالم. وانا بقول لكم
وانا بقول لكم على عكس الكلام اللي قاله كابتن طلبه، لو كان العكس ما كانش القرار ده هيتاخد بالشكل ده وبالسرعه دي. محدش هيكسر نادي الزمالك وده قرار ظالم. دي الرساله اللي توجهت لكابتن ميدو اللي كان بيتكلم عن تلخيص الازمه في ان نادي الزمالك وقع في فخ ان هو تعرض لمؤامره وان ده حصل على نادي الزمالك بس. فكابتن ميدو شاف ان محدش هيكسر نادي الزمالك وشابوه وننسحب من الدوري. يا كابتن ميدو زي ما حضرتك بتتبنى اجنده واضحه حاولت توصلها على بعض المنصات امبارح عشان تبرر موقفك، احنا كمان نحب نقول لك هنا محدش هيضغط على النادي الاهلي ومحدش بيطلع قرارات زي ما انت بتقول ان انت بتستنى القرار يطلع عشان لو قلت قبلها كان القرار مش هيطلع داخل النادي الاهلي. مش النادي الاهلي اللي كده، النادي الاهلي هو اللي بيبادر بعرض قراراته اللي يمكن الاعلام ما بيكونش عارف عنها حاجه، وكمان النادي الاهلي هو اللي ما بيضغطش عليه. ورساله مهمه جدا يا اسامه لقناه النهار اللي بنحترمها، كابتن ميدو طلع النهارده اعتذر لكابتن فاروق جعفر. كابتن ميدو اتكلم ان هو بيستخدم برنامجه في توجيه اشياء تخص نادي الزمالك وفي الضغط على النادي الاهلي في بعض الملفات والاجندات. اعتقد لازم يكون في قرار واضح تجاه كابتن احمد حسام ميدو لازم يعتذر للنادي الاهلي. احنا هنا قبل كده اتكلمنا عن الكابتن احمد حسام ميدو ووضحنا كل اللي بيحصل حاليا والتصريحات اللي اتقالت من الكابتن احمد حسام ميدو، بس عشان الفقره ما تتوهش من المشاهد احنا هنا اتكلمنا عن كابتن احمد حسام ميدو اللي استضاف نائب رئيس الاتحاد وقال له القصه هتطبق على اي نادي. جاء الكابتن احمد حسام ميدو بعدها خلاص ضرب بتصريحات نائب رئيس الاتحاد سله عرض الحائط وقال انسحبوا وشابوه للنادي وحاول يصور الامر زي قناه نادي الزمالك في فكره لاعب، بس ما قالش بقى شيكابالا، قال هشام يكن ولاعبين اخرين، وكان الموضوع هم لاعبين مش زي ما اتقال من عمر هشام لاعب فريق السله ان كان اسر اللاعبين كمان موجوده والسباب اللي كان في الممرات موجود. عشان نوضح بس، اذا الكابتن احمد حسام ميدو هنا تبنى نظريه المؤامره. طب بعدها بيوم بالظبط نفس هو الكابتن احمد حسام ميدو رايه ايه في فكره نظريه المؤامره؟ نشوف الفيديو. ان لازم الناس جوه نادي الزمالك، وده قلته وفي ناس زعلت مني، لكن انا فعلا مؤمن بكده وهفضل اقول كده لغايه ما باذن الله هيجي يوم لغايه ما باذن الله هيجي يوم ان انا هغير ده بايدي. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. الله ينور عليك، صدقني وعلى فكره هتطلع تقول كده، ومش بقول ان انت تعترف ان الزمالك مش مظلوم، خليها بينك وبين نفسك عشان ما تديش الاحساس للعيب بتاعك يبقى عايش على دي. بالظبط، ما انت هتخلي اللعيب ايه، اصل انا اتظلمت، احنا هسخن الجميع. لا بالعكس، انا حتى لو اتظلمت ما انت تبدا تكسب 2 و3 و4. ما هو ده اللي انا بقوله، لان انت نادي كبير. انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه، دي اسهل نغمه، دي نمره واحد. نمره اتنين، طول ما انت بتفكر بنفكر بالشكل ده، خلينا نقول انا كراجل زملكاوي، احنا عمرنا ما هناخد خطوه لقدام. صح، احنا لازم كنادي الزمالك نفكر ايه المشاكل الحقيقيه اللي عندنا. اقول لك بكل صراحه ملهاش اي لازمه ولا اي داعي ان انا دلوقتي اتكلم اقول ايه ان لقب النادي الافريقي خلاص ماتت. الزمالك الناس تبطل قصه نغمه الظلم والمؤامره وان انا مظلوم وان انا كذا وبتاع. على فكره، لان اسهل حاجه ان انا اطلع اول واحد زملكاوي، اول واحد متربي في نادي الزمالك وزملكاوي يقول النقطه دي. ده الكابتن احمد حسام ميدو، بس قصاد الكابتن احمد حسام ميدو الثاني هنا مع نظريه المؤامره، هنا ضد نظريه المؤامره. خلونا نوضح اللعبه بوضوح، لان الكابتن احمد حسام ميدو وضحها بوضوح. قال انا اول ما بدات اعلام كان لازم ان انا اطلع بعض السلبيات في نادي الزمالك عشان المعلنين، عشان لما اجي بعد كده اسخر برنامجي وقال تحديدا اكون اداه زملكاويه في ايد مجلس اداره نادي الزمالك، ما يجيش حد بعد كده يكلمني من المعلنين. وانا اصبحت حاليا بالمخطط ده او بالشكل ده اكتر برنامج بيقطع في النادي الاهلي، اتقال كده تحديدا. يا كابتن احمد حسام ميدو، كنا شايفينك ان انت ممكن تكون نموذج اعلامي متميز، ولكن للاسف الصراع ما بين احترافيتك وما بين انتمائك وميولك انتصر في الانتماء والميول، فاصبحت اسرع اعلامي بيطلع تصريحات متناقضه في اقل مده اعلاميه زمنيه
للإعلام بقالك تقريبا كذا شهر. أتمنى من الكابتن أحمد حسام ميدو في حالة اتساقه مع ذاته هو عارف القناة اللي يقدر يشتغل فيها. وبنأكد النادي الأهلي مهما كان إعلاميين ومهما تطاول ومهما حاول البعض يقطعه هيكمل في طريقه، لأن النادي الأهلي أقوى بكتير من أي إعلامي أو أي إخفاق أو أي محاولة تقطيع فيه. وأعتقد المتضرر الوحيد من النظرية دي هو ناديك كابتن أحمد حسام، لأن اللي قال قبل كده عن مؤامرة وكالة الأهرام كان هو أنت، اللي قال عن بطولات النادي الأهلي اللي تدخل فيها تحكيم كان هو أنت، اللي اتكلم عن كتير من المغالطات حتى في قضية نادي القرن كان هو أنت. فأنت ببساطة شديدة جدا تحصد اللي أنت زرعته، وعلى فكرة لن تتوقف عن ترديد المؤامرات، لأن مش هتقدر تخرج بره الترس، لأن لو خرجت بره الترس هتبقى وحيد، هتبقى منبوذ، فمش هتقدر تقدم رسالتك، فهتضطر تقول اللي جمهورك عايز يسمعه، وجمهورك هنا انت عارف هو مين. نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي خط أحمر، وسيظل النادي الأهلي خط أحمر أمام أي محاولات للنيل منه. نشوفكم الحلقة الجاية.